وكبنا كفرع محلي هاد بأسى وبألم الاجتياح ديال النار للغابات ديال الإقليم وديال المنطقة بشكل خاص. ما سجلناه كفرع ديال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هو التدبير الكارثي ديال الدولة فيما يخص هاد الحرائق الأخيرة. التدبير الكارثي ماشي كنقولوه من باب التبخيص ديال المجهودات اللي بذلت الدولة، بل فقط يكفي باش نعطي مؤشر واحد، هو أن الحرائق اللي اندلعت نهار 13 يوليوز على الساعة الواحدة، التدخل ديال الفرق ديال الإغاثة والوصول ديالها للمنطقة ما تم حتى الساعة 9 ليلا، وهذا الشيء هذا راه هو مضبوط، هاد المعطيات راه هي مضبوطة. بمعنى آخر لو كان تدخل فوري وآني لتم تطويق النار بشكل نهائي، كما حصل مع نقاط أخرى بالإقليم. المثال ديال الغابة ديال لايبيكا تقريبا الحرائق دامت فيها ساعتان لأن تم التدخل بشكل فوري وآني وعاجل. الاستمرار ديال الشعال ديال الغابات الأسابيع هو ماشي ناتج غير على التدبير الكارثي، بل ايضا الحاله الجويه اللي كانت كتتميز يعني بارتفاعات ديال مؤشر الحراره والرياح ديال الشرقي، وايضا ربما كانت النقاط المتعدده ديال اشعاع النار بالاقليم ربما وصلت لسبعه. يعني هذا ادى الى تشتيت الجهود ديال الوحدات ديال التدخل بمختلف انواعها، مما ادى الى يعني الى كارثه بمعنى الكلمه. يعني الكارثه كتجلى كارثه على المستوى البيئي، على مستوى الخسائر الماديه يعني الكبيره جدا التي تكبدتها الساكنه، سواء فيما يخص المحاصيل، الممتلكات، المساكين. اذا كفرع محلي عايننا سواء من خلال الزيارات اللي قمنا بها الميدانيه او من خلال تواجد بعض المنخرطين ومناضلين ديال الفرع ديال الجمعيه بالمنطقه، يعني عينا الحجم ديال الاضرار ورصدنا، يعني رصدنا قررنا اننا نتبعوا هذا الملف هذا من خلال الرصد والتتبع، وطالبنا ايضا من خلال واحد البيان، طالبنا من خلال ذاك البيان باش يكون واحد التعويض مادي للساكنه، التعويض اللي خصو يكون كيوازي حجم الاضرار اللي تكبدتها الساكنه. الا انه مؤخرا بالضبط البارح جات السلطات المحليه وعطات تعويض متكافئ لجميع الساكنه. بالنسبه للتعويض المادي اللي كان كيتمثل في 15000 درهم، هو تعويض خداوه الساكنه، خداته مثلا في الدوار ديال الدمنه خداوه 15 الناس. المجموع في العزيب ايضا اللي الدوار اللي عرف اكبر حجم ديال الحرائق هو الدوار ديال واجه، تقريبا السكان اللي تضروا اضرار يعني اضرار بالغه اللي وصلت ل 100% تعوضوا ب 15000 درهم، في حين ان الناس اللي كانت الاضرار ديالهم جزئيه لم يعوضوا بعد، لم يستفيدوا من اي تعويض مادي، في حين ان المطلب ديالنا كان هو اولا التعويض خصو يكون كيوازي الحجم ديال الخسائر، هذا هو التعويض المادي. اذا التعويض المادي بقى ما عملش الدوله المقاربه ديالها لهذا الموضوع هذا، ودابا كيتكلموا الان على، وفي حين ان هناك واحد الغموض، واش هذا الشيء هذا مرصود من ميزانيه الجهه لان اللي شرف على عمليه التوزيع هو الوالي الجهه السلطات الجهويه، او انه مرصود من ميزانيه الدوله داك 29 مليار ديال السنتيم، لان البرلماني سيمو صرح بان هذا الشطر الاول ديال الدعم اللي خاصته الدوله، حين ان هاد الدعم اللي توزع هو جا من الجهه. وهنا كيتطرح سؤال، واش داك المبلغ اللي رصدته الدوله ديال 29 مليار هو من الميزانيه الدوله او لا هو فيه مساهمه ديال مجموعه ديال المتدخلين ديال الجهه ديال الاقليم ديال؟ اذا هناك غياب ديال المعلومه فيما يخص والغياب ديال الاشراك ديال الساكنه والجمعيات ديالهم. يعني هناك وواحد النقطه اخرى فيما يخص التعويض، انهم كانوا وعدوا الناس باش يعطيوهم في الاول 30000 درهم، 30000 درهم كتعويض، ولكن للاسف لاحظنا على ان الحكومه وفي بلاغ رسمي خرجت كتعلن على انتهاء ديال الحرائق، في حين ان الحرائق كانت لا زالت مستمره وكانت باقه ما وصلتش لمنطقه بني عروس، وهي عملت التقييم والجرد ديال الخسائر، في حين ان الحجم ديال الخسائر الحقيقي غيبان من بعد مرور 5 ايام ولا 6 ايام، مما جعل هذاك المبلغ اللي كانت رصده في الاول ديال 29 مليار ديال السنتيم
اللي غتعطيه في الغالب الساكنه ديال بني الصف ديال بني الصف وبوجديان رصدته الاقليم كامل، الشيء اللي ادى الى يعني الى تحجيم ديال داك المساعدات اللي كانت غتعطى للناس. والناس دابا كيتسائلوا على على المساعدات اللي غياخذوا فيما يخص التجار وفيما يخص النحل. هاد قالوا غيعوضوا النحالين يعني بداك الاشباح وبداك الصنادق، في حين ان الكارثه البيئيه راه هي خطيره. راه واخا الناس غتاخذ داك الصنادق، النحل ما عنده فين يرعى، الغابه اصبحت رماد، ما بقاتش فيها العلامه ديال الحياه، اصبحت فاقده للحياه. الوسط البيئي، الوسط البيئي ديال الساكنه كله احترق. نخشى كفرع ديال الجمعيه ان التدبير اللي اعتبرناه كارثي ديال اطفاء الحرائق يوازي تدبير كارثي اخر فيما يخص التعويض المادي، وتكون نتائج عكسيه عوض اعاده الحياه للمنطقه. تعرف المنطقه واحد النزوح وهجره جماعيه نحو المدن المجاوره، وبالخصوص المدن اللي عندها جذب اقتصادي واجتماعي. الحجم ديال الاضرار هو عنده عده مستويات. كنلاحظوا على ان الاطفال كيحتاجوا معنا وكثير، والنساء والاباء، لان الانسان كيشوف الوسط ديالو البيئي، الوسط الحي اصبح ميت. هذا ضروري عنده انعكاسات خطيره ونفسيه وصحيه ايضا. الامراض التنفسيه غادي تكون يعني تفاقمت، الحيوانات النافقه اللي بقات تما، الروائح المنبعثه منها، الرماد، السماء كانت ولات يعني كلها كربون. اذا هادشي هذا غيؤدي الى يستلزم من الدوله باش دير يعني التتبع الصحي والنفسي والدعم في اطار المجهودات ديال الدعم وحتى المجهودات ديال الجمعيات. الا ان لاحظنا واحد الخيمه في سطافت ومكتوب عليها الدعم الصحي، وهي فارغه ما فيها لا طبيب لا لا لا، بمعنى انها مديوره غير البروباغندا. بالفعل الاطفال كيحتاجوا حتى هما الدعم النفسي، كيحتاجوا الجمعيات تطلع لتما المهتمه بالطفوله، تنشط صبحيات، تدي لهم العاب الى غير ذلك، لان المنطقه راه هي اصبحت منطقه منكوبه والساكنه كامله محتاجه للدعم بمختلف الانواع ديالهم.